ار بي ام، او انت تقدر تعوضها مباشره، تجيب التورك تقسمه على الار، التورك عندك بالمعطى بالسؤال، والار انا رحت حسبته ار بيتش بعد ما فرضت الموديول وعدت على الاسنان قدرت اعرف الار بيتش، اقسمهم عرفت الاف تانجنشال. التورك في بعض الاحيان ما ينطونه اياه بشكل مباشر، وانا مش ينطونه، يعطونه باور واوميجا، فانا اقول التورك مباشره هو الباور في الاوميجا، لانه الباور اوميجا تورك، هذا قانونها. عموما نقطه رقم 4 احنا تناولناها بالمحاضره السابقه، اروح احسب الاف تانجنشال. بعد ما احسب الاف تانجنشال والفيلوسيتي اقدر اروح احسب الاف دايناميك، لانه الاف دايناميك يساوي 1 على السي في في الاف، عفوا الاف تانجنشال، هنا غلط انا كاتب دايناميك، اف تانجنشال، الاف دايناميك يساوي 1 على سي في في الاف تانجنشال. اذا نجي عليها الواحد على سي في هي نفس يعني الستاندرد، الاختيار هو نفس الستاندرد السابق، هذا حسب السرعه، اذا كانت السرعه عندي طلعت اقل من 10 والمسنن مقطوع تجاريا يعني مو بشكل دقيق، فالفورمولا للواحد على سي في هو 3 زائد في على 3، واذا كانت السرعه اقل من 20 متر بالثانيه السرعه الخطيه ويعني الصناعه مالته بعنايه يعني اللي هو يعني نقول متوسطه الدقه مالته، فتكون 6 زائد الفيلوسيتي على 6، واذا كان ايضا هنا هذا يصير على 6، اذا كان مصنوع بدقه عاليه والسرعه الخطيه طلعت بالسؤال اكبر من 20 فتكون 1 على السي في هو هذا القيمه الاخيره. هسه بعد ما حسبناها للاف دي الان انتقل للتصميم. التصميم هو شو يقول؟ اساوي الاف دي اسويها كانه هي الاف اللي تسبب لي اليلد او اللي تسبب لي يعني خلينا نقول الماكسيمم ليمت للود المسلط. والاف سترينث احنا ماخذيها سابقا هو الانديورنس ليمت مضروبه في البي اللي هو الفيس ويث في الموديول في لويس فورم فاكتور على الكي تي اللي هو معامل تمركز الاجهادات ستريس كونستريشن فاكتور. البروسيجر السابق اذا تتذكرون كنا نفرض البي، تتذكرون نختار القيمه من 8 الى 12 ونص من الموديول ونبدا بالحل مالتنا. والواي شلون كنا نختار الواي سابقا؟ الواي تذكرون شلون كنا نختار القيمه مالته؟ الواي بالبروسيجر الاول هو الواي من الجدول مبني على اساس البريشر انجل وعدد الاسنان. كان بالستاندر الاول عدد الاسنان مو معطى بالسؤال، وانما المعطى عندي بالسؤال دياميترز، فما اقدر اختار الواي مباشره من الجدول، وانما ايش اروح احسب؟ احسب الزت مينيمم من القانون. الزت مينيمم يساوي 2 على ساين تربيع الفا، والفا هو البريشر انجل. هنا بهذه الاسئله عدد الاسنان معطى، فما اروح استخدم هذا القانون، ما اروح استخدمه، لان زت هو معطى عندي بالسؤال. فمن الزت عدد الاسنان وزاويه الضغط اقدر احسبه للواي لويس فورم فاكتور. السيجما ديورانس جيفن بالسؤال، الموديول انا فرضته فرضيه، والكي تي دائما معطى، والاف دي موجود، شنو المجهول الوحيد؟ هو البي فيس ويث. الفيس ويث من هذه المعادله قدرت احسبه. الان احنا ايش عندنا تشيك مالتنا؟ لازم اروح اشوف انه البي يطلع دائما محصور من الثمانيه، يعني ضمن هذا الرينج من الثمانيه موديول الى 12 ونص موديول. هسه اذا طلع يعني within such range ضمن هالحدود هذه then the design is okay، يعني هذا التصميم مالتي ناجح ما بي مشكله، وابدي اعتمدها هذه القيم. يعني ايش اقول؟ الان الموديول تمام، البي الان انعرف، يعني هسه الاتش ادندم تساوي موديول تمام انعرف، اتش ادندم تساوي 1.25 من الموديول همين انعرف، الدي ادندم تساوي الدي بيتش اللي انا حاسبه وطلع صحيح لان الموديول صحيح زائد 2 اتش ادندم، وهكذا الفورمولا اللي موجود عندنا. يعني بعضها كخطوات للحل مشابهه تماما باستثناء التالي، مكان ما اروح افرض البي فيس ويث اروح افرض الموديول.
ومن احسب الواي اللي هو لويس فورم فاكتور، ما اروح استخدم الفورمولا 2 على ساين تربيع الفا حتى احسب الزيت مينيمم، واروح للجدول رقم واحد اللي انا اعوض به الزيت والبرجر انجل واحسب الواي، لا استخدم الزيت اللي معطيني اياها بالسؤال. الان عندنا فد سؤال او مثال العفو على هذا البروسيجر. المثال شنو؟ A 20 degree full depth steel pinion of 18 teeth mates an iron gear of 75 teeth. لو تلاحظون شنو الغريب هسه بهذا السؤال او المثال عن المثال السابق؟ طبعا يقول انا عندي full depth spar gear بعمق كامل الاسنان مالته وزاويه الضغط مالته 20 درجه. الفرق هنا ذكر لي معادن، يعني قال البينيون مصنعه من الستيل وعدد اسنانه 18 سم، لكن الجير منين مصنع؟ مصنع من الايرون، يعني من شو الايرون؟ من الحديد، وعدد الاسنان مالته 75 سم. احنا دائما اذا كانت الماده نفس الماده، يعني الجير والبينيون ما ذكر المواد مالتهم، معناها مصنعين من نفس الماده، يكتفي بذكر الانديورنس ليمت مال واحد وانتهى الموضوع. والتصميم دائما يكون على اساس شنو؟ على اساس السن الاضعف اللي هو البينيون. يعني في حال ذكر انه الجير والبينيون مصنعه من معادن مختلفه لازم اروح افحص، لانه صح هو كجيومتري الجير دائما اقوى من البينيون كجيومتري، يعني لو بنفس القوه مالته لو اقوى. اذا كانت السبيد ريشيو بيناتهم واحد الى واحد، يعني عدد الاسنان بالبينيون وبالجير نفس الاعداد، ذيك الساعة تكون السترينث مالتهم متساوية تماما. لكن غير هالنسبة هذه دائما شو يصير؟ يصير الجير أقوى، أقوى من البينيون. هذا شنو؟ من مبني على أساس الجيومتري هذا التقدير، لأن السن بالجير يصير أعرض. منطقة الجذور البينيون هيك يصير السن مالته البينيون. هنا بي أندر كات في نوع من الضعف. الجير هيك يصير. هذه المنطقة تكون أسمك، فبالتالي تحمل إجهادات أعلى. إذا كان يعني إذا كانت الجير والبينيون مصنعة من نفس المعدن، ماكو داعي أروح أشيك من الأضعف، لا أصمم على البينيون مباشرة. لكن إذا كان الجير والبينيون مصنعة من معادن مختلفة مثل ما ورد الآن عندنا بهذا المثال، المفروض أروح أفحص أقول من الأضعف الجير والبينيون. هو هسه نجي نتعلم شلون بدنا نفحص. طبعا هذا الزوج من المسننات ينقل قدرة مقدارها 50 كيلو وات بسرعة دورانية 2000 ار بي ام. تشوفون يعني جميع الأمثلة القدرة والسرعة الدورانية لازم معطى. وطبعا هذا الار بي ام اللي معطينا اياها السرعة الدورانية معطينا اياها للبينيون، يعني هذا مو مالت الجير. المفروض الجير يدور بسرعة دورانية اعلى لو اقل. بالضبط، المسنن الأكبر سرعة دورانية إلى أقل. يقول load acts at the tip. إحنا كل مساعدنا بالنسبة للويس، إحنا عندنا طبعا نوعين من البروسيجر للديزاين. واحد إذا كان نفترض أنه كل الحمل معشق بمنطقة البيتش بوينت، يعني بمنتصف السن، وتصميم يقول يفترض أنه كل الحمل مسلط بمنطقة التب. إحنا نعتمد التصميم اللي يفترض أنه كل الحمل مسلط بمنطقة التب، والسبب شنو؟ نقول هاي worst loading condition، أسوأ حالة تحميل، كل الحمل شايل سن واحد ومعشق وين؟ بمنطقة التب. ليش أسوأ حالة تحميل؟ الذراع عن منطقة الجذر يصير أطول ما يمكن، وبالتالي العزم يعتبر أكبر ما يمكن. يعني هي أسوأ حالة يعني من الأحمال على المسنات، وبالتالي إحنا نفترض الأسوأ ونصمم عليه. مطين stress concentration factor مقداره 1.45، والمطلوب من عندي ديتيرماين موديول الدي ادندم الدي بيتش الدي ديدندم الاتش، يعني الديبث مالت المسنن المن فور جير اند بينيون للاثنين. نوينج ذات انديورانس ليميت فور بينيون از، لان معدنين مختلفه لازم يعطيني اثنين انديورانس ليميت كل واحد له شكل. فمنطيني للستيل للبينيون 150 نيوتن على مليمتر تربيع، ومنطيني للجير اللي هو مصنوع من الايرون 100 نيوتن على مليمتر تربيع. شفنا السوليوشن ذكرنا سابقا بالمثال، على الاقل المثال اللي قبل، انه احنا دائما التصميم
يكون على أساس الجزء الأضعف بهذه المنظومة. يعني مو عندي بالمنظومة gear opinion، التصميم يصير على أضعف، والأضعف هو دائما opinion إذا كان من نفس المعدن اثنين أو المصنعات. لكن إذا الاثنين مصنعة من معادن مختلفة لازم أنا أروح أبحث. شلون أبحث الأضعف؟ هذه الطريقة. نجي نكتب عدد الأسنان بعدين. هسه أول صف هو هذا للبينيان، هذا أول صف للبينيان، هذا للبينيان، وثاني صف للجير. عفوا بس دقيقة.
إيه، فشون نختار المسنن الأضعف اللي أبدي بالتصميم على أساسه؟ وقلنا هذا البروسيجر فقط إذا كان الجير والبنيان مصنعين من معادل مختلفة. فنبدي أسوي له صفين، إيش أكتب بالأول عدد الأسنان إيش قد، وأنا عندي زاوية الضغط طبعا هذا الاثنينات زاوية الضغط 20 درجة، فمن عدد الأسنان وزاوية الضغط أقدر أختار الواي اللي هو الليميشن فورم فاكتور، وعندي ايضا الانديورانس ليميت. هسه هاي للبينيان، يعني اسوي جدول اقول بالبدايه عدد الاسنان ايش قد، لويس فورم فاكتور ايش قد طلع، والانديورانس ليميت ايش قد طلع، واضرب لويس فورم فاكتور في الانديورانس ليميت. هسه للبينيان ايش قد طلع؟ طلع 46.2. بعد ذلك ابدي بالجير، اقول ايش قد على الاسنان 75، وبالتالي ايش قد يطلع لويس فورم فاكتور من الجدول اذا كانت زاويه الضغط 20 درجه وعدد الاسنان 75 سم، يكون لويس فورم فاكتور 0.433. ومنطيني الانديورنس ليمت مقداره 100، اضرب الانديورنس ليمت في لويس فاكتور ايش قد يطلع عندي الرقم 43.4. اذا التصميم بعد شويه بالحسابات مالتي وين ما القي هذا المقدار في الواي اللي هو لويس فورم فاكتور ما اعوضها الا بهالقيمه هذه، هذه القيمه اللي راح انا اعوضها، لان يعني هذه القيمه تخص المسنن الاضعف. الان نجي الحل، هو بابا نفس الحل ونفس البروسيجر اللي ذكرته، هذا السوليوشن مالتنا. اولا راح نبدا نفرض اي قيمه للموديول من الجدول. احنا بالبدايه افترضنا قيمه، هذه القيمه خاطئه طبعا راح تطلع الان بالحل. شوفوا شلون راح يصير الاجراء وبعدين شو نسوي اذا طلعت خاطئه، شلون نعرف خاطئه وشون الحل. فبدينا فرضنا الموديول قيمته 8 ملم، قلنا اول ما نفرض الموديول بعد ذلك شو نروح نحسب؟ الدي الديامتر البيتش ديامتر. منين افرض منين احسبها؟ انا منطيني هو عدد الاسنان وايضا انا عندي الموديول، فراح ابدي اشتغل عدد الاسنان ايش قد منطينا اياه هسه هو للجير او للبينيان؟ منطين للجير مقداره 75، في الموديول اي بس هذا الرقم مو صحيح، هذا ثمنتاعش بوينت فايف أربعة أربعين أي. فش يطلع بابا؟ طلع عندي الـ R pitch مقدار 72 ملم، وبالتالي الـ pitch diameter ضعفه يعني مقداره 144 ملم. بعد ما حسبنا الـ R نروح نحسب الـ velocity. الفيلوسيتي مباشرة المنطينة هو الـ N 2000 RPM، والـ D pitch أنا حسبته 144 بالمليمتر، وهذا 60 للتحويل باي دي N على 60 هو الفيلوسيتي. بس أكون حذر، الـ D يجب أن يكون بالمتر مو بالمليمتر، لأنه الـ V اللي أنا أحكم عليها من الجداول لازم مقدارها متر على ثانية مو مليمتر على ثانية. فبعد ما حولناها 144 قسمناها على ألف وضربناها في 2000 الـ RPM على 60 وضربناها في باي يطلع عندنا 15.1 السرعة الخطية. طبعا 15.1 إذا أرجع لهذا الستاندرد عندي، ال 15.1 وين موجودة؟ ما توقع بالضمن الحدود الأولى للتصميم، يعني مو ضمن هذا الحد، لأن هذا لازم أقل من 10، هي طلعت أقل من 20، يعني أختار هذا الستاندرد 6 زائد الفيلوسيتي على 6. هذا شنو السي في؟ بعد ما حسبت الفيلوسيتي لازم اروح احسب الاف تانجنشال، وقلنا الاف تانجنشال منين اجيبها؟ اجيب التورك واقسمه على الار. فالتورك لازم شلون احسبه؟ هو 30 في الباور على باي ان، او التورك والباور على الاوميجا، هو هذا القانون مالته، والاوميجا لازم انا اروح احول الان للاوميجا للراد، او استخدم هذا القانون مباشره.
فيطلع 30 على باي، الباور هي 50 كيلو وات، احولها تصير 50 في 10 اس 3 مقسمه على الان بالراد بالريفوليوشن بير مينيت، يطلع عندي تورك مقداره 239 نيوتن في متر. ورا ما عرفنا التورك بس اقسمه على الار، لانه التورك الاف في الار، اقسمه على الار اقدر احسب الاف تانجنشال. وهنا هذا الاثنين اللي موجودان اذا استخدم دي. فيطلع عندي مقدار الاف تانجنشال مقداره 3319 نيوتن. بعد ما حسبنا الاف تانجنشال المفروض اروح احسب الاف دايناميك. الاف دايناميك شو يساوي؟ واحد على سي في الاف تي، وقلنا بما انه الفيلوسيتي طلعت 15.1 اذا واحد على سي في يطلع 6 زائد في على 6. نضربها في الاف تانجنشال 3319 هذه هسه حسبناها، تكون عندي الاف دايناميك جد مقدارها 11672 نيوتن. بعد حساب للاف دايناميك المفروض اروح اساوي للاف سترينث اللي يساوي لي البي في الموديول في السيجما انديورانس في لويس فورم فاكتور مقسم على الستريس كونستريشن فاكتور هذا المقدار. الان شنو يظهر عندي لو تلاحظون هنا انا مأشرع لكم شنو السيجما انديورانس في في الواي هذا. قلنا لمن اختاره؟ اختاره للسن الاضعف، وللسن الاضعف هو يطلع 43.3 بناء على الجدول اللي سويناه في البدايه. هذا الجدول هذا هسه انا اذا اسالكم فد سؤال، هو من المسنن الاضعف هنا الجير لو البينيون؟ الان البينيان. مثل ما ظهر لنا من نعم هو المفروض البينيان؟ لا هو المفروض البينيان اذا كان لهم نفس الماتيريال. دكتور بس انت استغربت على البينيان قبل شوي، معادل مختلفه. فظهر عندي من هذا الجدول اللي هو لازم انا اضرب اللويس فون فاكتور في الانديورانس اضربهم لهم، من اللي يطلع اقل؟ هو يقول هذا الاضعف واللي انا اصمم عليه، مو صحيح؟ مو هيك انا قلت لكم بالبدايه؟ تمام زين. هسه هذا الحل مالتي شو؟ انا من مشيت يعني ما استخدمت هسه الزت هنا، ايش استخدمته؟ مال البينيان لو مال الجير استخدمته؟ مال البينيان استخدم الدكتور. زين ايش عجب؟ شو انا بدي اقول لكم انا التصميم مالتي مبني على الاضعف، والاضعف هو طلع الجير، لكن شو بدي استخدم المواصفات الشكليه للبينيان ودا اشتغل. يعني هذا صح خطا. ردي اسالك هذا السؤال، ليش ما استخدمت الزت مال الجير؟ اه اي خوش حكي دكتور، لان مساحه البينيان صارت تكون اي خلي. لا هسه راح اقول لكم فد شيء. انا الان هسه من هذه الهوسه كلها ايش اريد اطلع؟ ما اريد اطلع الاف تانجنشال صح؟ صح اي دكتور. زين ومو اريد اطلع الفيلوسيتي، لان انا من الفيلوسيتي اروح اختار واحد على سي بي، ومن الاف تانجنشال اضربها هي بالواحد على سي بي واطلع الاف دايناميك اللي استخدمها بالحل، مو هيك لو غلطان اني؟ صحيح الحكي؟ صحيح. هو الفيلوسيتي السرعه الخطيه للجير والبينيان هي نفسها لو مو نفسها؟ هي الاوميجا تختلف، لازم تختلف الاوميجا، بس السرعه الخطيه لهم نفسها لو مو نفسها؟ لازم نفسها بابا. نفسها نفسها اي السرعه الخطيه لهم لازم نفس السرعه الخطيه. يعني انا هسه لو مستخدم هاي المواصفات مال الجير وحليت الفيلوسيتي بابا لازم تطلع نفسها. فهمتوني لو ما فهمتوني؟ ومن اروح احسب الاف تانجنشال، هسه من اروح احسب الاف تانجنشال لازم تطلع نفس القيمه. فهمتوني لو ما فهمتوني؟ ما بيها مجال هذه. يعني الاف تانجنشال والعفو الفيلوسيتي يجب ان تطلع نفس القيم. فبالتالي انا من اروح الاف احسب الاف دايناميك مبني على اساس الجير او البنيان ترى نفس القيمه راح تطلع. كل ليش سوينا الجدول؟ لا الجدول حتى استخدم هذا 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 هذه يعني شو استخدم يا مواصفه السيجما انديورانس في الواي منو استخدم؟ يعني انت الان اذا تجي باع علي شوف اذا تجي نجي على المثال نفسه راح تلقى اثنين سيجما انديورانس هذه 150 و100 المن تستخدم انت؟ هسه واحد يقول مباشره انا منو اللي استخدم السيجما انديورانس؟ مال ال100 استخدمه لان هو الاضعف يعتبر اصلا مع الاضعف مو؟
نعم اي لكن شنو المشكله؟ هو صح اضعف من ناحيه المواصفه لكن اسمك من ناحيه الكروس سكشن اريا. هذا الجير هيك شكله. فينين هيك شكله راح يصير. يعني هذا ضعيف وهذا قوي. يعني صح هذا قوي من ناحيه الجيومتري لكن السيجما مالته جدا منخفض. يعني شنو الصفتين وحده عكس الاخ. وهذا صح صغير الكروس سكشن اريا. لكن السيجما مالته جدا مرتفع 150. فاني لازم اشيك منو يا مواصفات استخدم بالحل. لان انا عندي لويس فورم فاكتور في الانديورنس ليمت. المقدار الاصغر هو اللي يخدمني بالتصميم. فهمتوني؟ يعني الان صار اصمم على اساس الجير. هذه الاف دايناميك هي نفسها مال الجير هذه. وهذا البي هو نفسه مال الجير لان انا البي الفيس ويث للجير وللبينيون مختلف لو نفسه لازم. إن هو نفسه عرض سن يطخ سن لازم لهم نفس الثكنس الفيس وث يعني حسب الفرض هنا ذاك السن اخوه اللي يطخه. هسه هذول ما يصير لازم لهم نفس الفيس ويدث البي. يعني انا هسه من دا اشتغل بهذا الحل هذا السؤال هذا اصمم هسه الان على الجير هاي الاف دايناميك للجير والبينيون هي نفسها البي الفيس ويدث للجير والبينيون نفسه الموديول للجير والبينيون هو نفسه الكي تي نفسه. من اللي يبقى لي؟ يبقى لي بس هذا سيجما انديورانس في الواي. ذول انا اختارهم مال الاضعف اللي هو الجير انا دا اشتغل على اساسه. فهمتوني بابا لو ما فهمتوني؟ البروسيجر انا استخدم مواصفات الجير او البينيان لحساب الفيلوسيتي والاف دايناميك نفسها ماكو يفرق. بس لما اجي اطبق هذه المعادله المفروض من اختار السيجما انديورانس في الواي اجيبها للاضعف. شلون احددها؟ احددها منها من هذا الجدول. واضحه لو ما واضحه؟ واضحه دكتور تمام. هي شوفوا بابا بسيطه هو البروسيجر نفس الحل سواء تستخدم مواصفات جير او بينيون نفسه تروح تشتغل على اساسها. بعد ذلك من تروح تشتغل تطبق لي قولوا يعني الاف دي يساوي السترينث المفروض استخدم السيجما في الواي مال الاضعف اللي انا اختاره من هذا الجدول اللي امامكم. الان بابا نكمل الحل مالتنا. قلت لكم الان المجهول الوحيد هو الموديول فقط العفو البي الفيس ويث. الان يعني كل شيء توفر عندي السيجما في الواي وعندي الموديول فرضته يعني 8 الكي تي نعطيناها 1.45 والاف دايناميك حسبناها البي هو المجهول الوحيد طبعا طلع 49 بناء على انه الاختيار مالتي الموديول كان 8. من اجل الان اشوفه هذا 49 صحيح محصوره بين ال 8 و 12 ونص موديول من اجل اقسم البي على لا تطلع جيت 6.1 يعني 6.1 هذا مو ضمن هذه الفترة 8.5 موديول ولا ال 12.5 مو ضمن هذه الفترة. يعني الآن هذا خارج التصميم مو رقم بين ال 8.5 ال 8 وال 12.5 ال 6.1 أقل من هذا الرينج. فبالتالي try another value for module لازم أروح أطبق أو أعوض قيمة أخرى للموديول. هنا شوفوا علي قد يكون الاختيار لكم عشوائي. هسه القيمه اللي وراها الما راح تصير زياده ولا نقصان. يعني انا من اختاريت الموديول 8 وطلع عندي البي اوت اوف رينج خارج حدود التصميم. المفروض القيمه المقبله للموديول يجوز هم تطلع خاطئه صحيح هم راح تطلع خاطئه قد يكون وانت تظل تمشي باختيارات خاطئه. من اللي يحدد اختياراتك صحيحه لو خاطئه؟ اللي يحددها التالي. أنا الآن من هذه المعادلة هسه اف دايناميك من هذه المعادلة أفرض أنه البي والموديول هو المجاهيل الوحيدة بي في موديول والباقي كلها أنقلها للطرف الآخر تصير فد كونستنت صح؟ من هذه المعادلة انتبهوا علي هذا موجود عندي
هذا موجود، الكي تي موجود، الاف دي موجود. افرض هذول كلهم موجودين اعوضهم، يبقى لي هذول مجهولين، يعني راح يكون البي في الموديول يساوي كونستنت. الان زياده الموديول شو تساوي للبي اذا هذا كونستنت السي؟ يعني كانه يكن... 4 يساوي اكفل اكس اكس في واي. اذا قيمه الواي 2 جت قيمه الاكس 2 حتى يصير 4، اذا قيمه الواي 4 جت قيمه الاكس، يعني بابا دول علاقتهم عكسيه، علاقه الموديول والواي عكسيه، الموديول والبي فيس ويد. هذا وين يجي عند العكسيه؟ شنو معناها؟ شوف هسه راح اقول لكم شنو معناها. انا طلع عندي البي الفيس ويد 6.1، يعني اصغر من الرينج، مو يراد اكبره لو انا غلطان حتى يدخل ضمن الرينج، حتى يصير بين 8.5، منين 8 ولا 12.5؟ البي راد يتكبر لو يصغر؟ يتكبر دكتور. اذا الموديول لازم اختار قيمه اقل، يعني انا مو فرضت بالبدايه 8، لازم اختار قيمه اقل حتى يزاد عندي البي الفيس ويد. فهمتوني لو ما فهمتوني؟ واضح دكتور، تمام. هذا الاختيار جدا مهم، راح اقول لك وين ينعكس عندك. هسه اذا طالب ينسى هذا بالامتحان، ينسى طريقه اختيار يعني القيمه المقبله، يعني يختار بالبدايه اختيار ويطلع خطا. القيمه المقبله مثلا هسه احنا مو اخذنا 8 الموديول، طالب شي يجي يختار مثلا القيمه اللي وراها 9، ياخذ القيمه 9، انه بشي يصير عندك البي هم راح يطلع خارج الفتره، انه بيختارها 10، قصدي تصير سلسله اختياراته خاطئه، يروح بالاتجاه الخاطئ مو بالاتجاه الصحيح، ده يزيد الخطا مو ده يقلله. فاحنا بما انه طلع عند البي اللي هو الفيس ويد خارج الفتره وهو اقل من الليمت، يعني مو اكبر، فانا اذا اريد ارجع 6.1 اذا اريد اخلي ضمن الفتره لازم اكبره، فبالتالي لازم اصغر الموديول، قصدي الاختيار المقبل للموديول من ضمن الجدول رقم 2 يجي بيكون بقيمه اقل. فالقيمه الاقل بعدها اتصور هي قيمه رقم 6، يمكن اخذنا القيمه رقم 6 وجينا قلنا انا راح افرض الموديول 6، ابدي بالحل باتباعه، اقول الحل مالتي هو الموديول في عدد الاسنان طلع الدي، كان سابقا طلع عندي يمكن 144 مثل ما اتذكر، الان ايش طلع عندي؟ 108. بعد ذلك نبدا نحسب الفيلوسيتي باي دي ان على 60، كنا نستخدم ال 144 بالدي، الان راح نستخدمها ال 108، طلعت عندي 11.31، سابقا طلعت عندي 15.1. لو نجي على ال 11.31 نشوف الرينج مالته هو نفس السي في، راح يطلع عندي نفسه واحد على سي في، لان هي بعدها اقل من ال 20 واكبر من ال 10. 13.1 او ماذا 11.3 ما اتذكر شلون طلع الرقم، بس هو محصور بعده بين ال 10 وال 20، يعني انا مضطر استخدم نفس الواحد على سي في. المهم هي طلعت السنه 11.31، نبدا نحسب مباشره الاف تانجنشال، وقلنا الاف تانجنشال مبنيه على اساس القانون 2 في التورك على الدي، الدي هاي 108 حسبته، التورك اجيبه من هذا القانون 30 في البي على باي ان، او تقولوا التورك على الاوميجا، العفو البي على الاوميجا، والاوميجا تروح تستخدمها باي دي ان على 60، وهذا التفصيل. فبالتالي احصل على الاف تانجنشال 4426، القبل يمكن كانت 3000 بالفرع الاول. الان حتى احسب الاف دايناميك قلنا واحد على سي في مضروب في الاف تانجنشال، واحد على سي في ظل نفسه، بس شنو يختلف؟ هاي الفيلوسيتي كانت 15 صارت 11، نحسب الواحد على سي في يطلع عندي 12769. تصور اني ناقل يمكن ناقله خطا، يعني تصور النقل هذا خطا، هسه اشوفه لكم. المهم بعد ما حسبنا يطلع عندي البي مره اخرى طبعا، وابدي ايضا اعوض السيجما انديورانس في الواي نفس القيمه مالتي الاضعف اللي انا اختارتها من هذا الجدول، هذه نفسها 43.4،
الان حسبته للبي الفيس ويث، لان بقى عندي المجهول الوحيد هو البي الفيس ويث، فمن حسبناه طلع 71.1. من نجي نشوفها بالفتره، هو ضمن الفتره انه هو جد يطلع 11.8، اذا قسمه على الموديول يطلع 11.8. 11.8 محصور بين 8 وال 12.5، then it is okay. هسه احنا وصلنا للاختيار الصحيح. طبعا يجوز لو طالب ماخذ رقم 7 يجوز هم يطلع الاختيار صحيح للموديول، اتصور هم يطلع اختيار صحيح، يطلع البي على موديول ضمن نفس الرينج. الان بما انه قلنا تحققت هذه النتائج، نجي نقول اذا الموديول قيمته 6 ملم هي هذه القيمه اللي راح نعتمدها، البي الفيس ويث مقداره 71.1 ملم ايضا هذه القيمه راح نعتمدها، الاتش اللي هو يساوي 2.25 في موديول، فيساوي 2.25 في 6 ويساوي 13.5 ملم، الاتش ادندم هو دائما يساوي موديول وتساوي 6، الاتش ادندم يساوي 1.25 في موديول وتساوي 7.5. والان راح نجي الدي 1 شنو معناه؟ يعني الدي بيتش للبينيان، احنا اصلا حسبناه طلع 108. الدي بيتش للجير هو شو يساوي؟ مالت الجير، عدد الاسنان مالت الجير في الموديول، الموديول للجير والبينيان اختلفات لو نفسهم؟ نفسه دكتور، نفسه دكتور. اي بابا شوف الفيس ويدث والموديول هو يجب ان يكون فيها نفس المقدار للجير والبينيان، ما بيها مجال، قد يكون باقي المواصفات الشكليه تختلف. ها البريشر انجل للاثنين نفس الشيء، يعني ما يصير عشق سن 20 ويسن 14.5، ماكو هيك شيء منطق. فالمهم انا عد الموديول نفسه اللي حسبته وعد عدد الاسنان للجير، بالتالي دي مالت الجير وجد عندي 6 في 75 450 ملم، وايضا عندي الادندم دياميتر اللي هو مقدار دعم الدي بيتش زائد 2 اتش. فاذا للبينيان استخدم هذا مالت البينيان واضيف عليه 2 في الموديول، وإذا كان استخدم أنا للجير استخدم الدي مالت الجير وأضيف عليه العوامل المضرب زائد، أضيف عليه 2 في الاتش اللي هو 2 في الموديول أيضا، وبالتالي حصلت على الأبعاد مالته. للبينيان راح يصير عندي الأدندم 120 ملم، وللجير راح يصير عندي 462 ملم. هذا التصميم ناجح وقابل للعمل في ظل ظروف السؤال المعطاة، يعني يكون من معدن مختلفة وينقل لي قدرة مقدارة 50 كيلو واط بسرعة 2000 RPM وزاوية الضغط مقدارها 20 درجة. أكو أحد ما فهم شنو اللي شرحته هنا؟ كان في شيء مبهم بالمحاضرة مو واضح؟ أكو أحد ما فهم بابا؟ ماكو أحد ما فهم. إن شاء الله يعني أنا الآن اكتفيت بابا من المحاضرة، ما عندي وياكم فتشي. المحاضرة المقبلة راح أكتب لكم أمثلة وتمارين، الأمثلة والتمارين يعني راح أضيف لكم فد مثالين على كل نوع من أنواع التصميم وفد تمرين أو ثلاثة عليكم، هذا أنتم تحلوها وترجعوها كواجب. وأيضا أعطيكم حل مسائل مو تصميمية، بمعنى شنو حل مسائل مو تصميمية؟ ماكو بعد يعني أبعاد مبهمة بالسؤال أو مثلا موديول ما معطى أو عدد أسنان أو ديامتر، لا كل شيء موجود، بس المفروض إحنا شنو نحكم؟ نحكم على المسننات هذه ناجحة لو فاشلة، شلون أقدر أحكم عليه إذا كل شيء معطى عندي؟ هذا إن شاء الله راح يكون محاضرتنا المقبلة، وإذا قبل دكتور أحمد حميد أخذتكم يوم الأحد، وإذا ماكو تبقى على درسنا يوم الثلاثاء، وهي راح تكون المحاضرة الأخيرة إنه بالكورس الأول بالتصاميم. أكو أحد عنده سؤال؟ بس خلي أخذ حضوركم.